تبي تربح 250 300 400 500 إلى 1500 دولار في الطلب الواحد، مو في اليوم ولا في الشهر، في الطلب الواحد تقدر من خلال هذه الاستراتيجية وهذه المهارة. راح أعلمك من وين تاخذها وشون تتدرب عليها بكل سهولة، وتقدر تدخل هذا المردود المادي من خلال هذه الاستراتيجية وهذا الموقع. إذا كنت مهتم فهذا الفيديو لك، تابعني للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وخواتي، ويعطيكم الصحة والعافية. ربح.com قناتي فتح الراشد، مثل ما وعدكم أجيب لكم استراتيجيات ومواقع تقدر تستفاد منها وما تضيع وقتك. حط في كل بستان زهرة لين تنبت الزهرة وتأخذ عبقها وريحتها الطيبة وثمارها وفلوسها، عسى الله يرزق الجميع ويبارك للجميع. اليوم جبت لكم استراتيجية مهمة وحلوة جدا تقدر تستفاد منها، راح أعلمك شلون أنت تقدر تستفاد وشلون تقدر ترتب أمورك فيها. بس قبلها، إذا أنت مو مشترك في قناتي، اشترك في قناتي، فعل الجرس حتى يوصلك كل جديد، ولا تنسى اللايك والتعليق إذا عجبك هذا الفيديو. ثاني شيء، تأكد الرزق على الله عز وجل، والرزاق هو الله عز وجل. أنا ما أعطيك ولا أوعدك 100% أنك أنت راح تربح، ولكن أنا أعلمك الاستراتيجية بشكل صحيح وأنت تعمل، والرزاق هو الله عز وجل، وإحنا علينا السعي والعمل في الأرض. هذه ملاحظتين مهمين جدا قبل لا نبدي ندخل على طول موقعنا اليوم voices.com. راح اكتب لكم، راح اخلي لكم تشوفون الموقع على الفيديو. فويسز اي يعني بمعنى الاصوات. تقدر انت تركب صوتك على اي مقطع فيديو، تقدر انت تغني، الناس اللي يغنون صوتهم حلو، تقدر انت بعد ترجم بالموقع هذا ترجمة. راح اعلمكم الاستراتيجيات هذه كلها بكل سهولة، بس خلونا نروح على الشاشة كمبيوتر اوريكم الموقع وطريقته، واوريكم استراتيجيات شلون تعرفون تعالجونها. هذا هو الموقع فويسز، مثل ما انتم شايفين اسمه .com. voices.com بسيط جدا. راح اوريكم بعض الناس اللي حاطين المهارات مالتهم، مثلا اخ هني راديو ايميجينج، تركيب صيغه الراديو $100 الى $249. هني الاخ ماخذ $750 على كوميرشال اند ريسبشن ترانسميشن ترانسبوريشن بروجكت، على يترجم لك بروجكت كامل، ياخذ $750، هني $100 على كل المهارات هذه كلها عن طريق الصوت وتركيب تركيب الصوت. شوفوا هني عندنا واحد، طبعا اسعار مختلفه ومهارات مختلفه على الموقع، الاسعار هذه كلها قاعدين تشوفونها. هذا ماخذ $900 على ديجيتال فيديو سكول مال تصميم فيديوهات مدارس، هذه الاسعار الثانيه عندكم هني. خل نروح على اخر صفحه، راح اوريكم الناس اللي حاطين المهارات واسعار المهارات اللي هم حاطينها عشان ياخذون فلوس. هذا $1500 عليهم طلبات، 68 طلب ياخذ العموله طبعا مالت الموقع. هذه مهارات حاطينها الناس وحاطين اسعارها. اول شيء، اول ما عليك انت شو تسوي، تدخل على voices.com الموقع الرئيسي، وتروح تنزل تحت على اخر شيء. بعد ما تنزل تحت اخر شيء تروح على jobs، شوفها jobs عشان تشترك في الموقع. تدخل على jobs، بعد ما تدخل على jobs تسجل اشتراكك، طبيعي جدا، موقع طبيعي جدا. هني sign up for free، تسجل for free عشان انت تكون صاحب مهنة او صاحب حرفة. يعطيك هذه الخيارين هني، هير تالنت، انت تدور على ناس، محتاج ناس، تبي وظيفة معينة او تبي شغلة تخدمك فيها، تبي واحد يغني، واحد يتكلم، واحد كذا، انت تطلب. هني find work as a talent، تقديم موهبة، موهبتك او تقديم وظيفة كموهبة، فتدخل على هذا الثاني وتكمل اعداداتك، تسجل او تدخل عن طريق continue. بعد ما تسجل هذا كله، بعد ما تضيف بياناتك، امر سهل جدا ما يحتاج نضيع الوقت فيه، تروح تضيف، تعدل بياناتك وتعدل صفحتك الشخصية وتحط بياناتك فيها، كل شغلك تحطه فيها كامل، تحط شنو انت المهارات اللي انت تقدر تسويها، فتختار مثلا انا عندي مثلا اختار الصوت، اقدر اترجم، اقدر اتكلم صوت او صوتي اركبه على الفيديو، تركيب الصوت على الفيديو طبعا بشكل عام سهل جدا وبسيط جدا، ما يحتاج اي برنامج بالفيديو، بالتليفون تقدر تركب عليه. ولكن عندنا اللي غني، طبعا انت غني الله يوفقك. يبقى عندنا بس
الترجمة، مهارة الترجمة اللي هي هذه اللي احنا نبي نلعب عليها، لعب حلو سهل وجميل جدا. الترجمة نروح على موقع اسمه كاب وينج، راح اخلي لكم كل الروابط تحت الفيديو. نروح على موقع كاب وينج، هو هذا الموقع، ونشترك فيه عادي جدا، اشتراك مجاني، هذه صورته واسمي، ونختار فري بلان، ما عندك اي مشكلة. فتي تختارنا، من بعد ما تختار تروح على الصفحة الرئيسية، هذه واجهة الموقع بعد ما انت تسجل وتخلص. فهذه عندك الخيارات، تقدر تختار مجموعة فيديوهات من الاستديو وتعدل عليها، وتقدر تختار تمبلتس صور او اشكال تقدر ترتب وتعدل عليها، هذه تصنيفاتها كلها موجودة وتعدل عليها، هذه خدمات كلها انت تقدر تبيعها. ولكن المطلوبة بشكل كبير سبتايتلز، الترجمة، الترجمة اللي احنا قلنا الموقع هذاك الفويسز يطلب من عندنا. طبعا احنا نقدر نضيف اي ترجمة الى اي ترجمة، مثلا انا بترجم من الإنجليزية إلى العربية. طبعا موقع فويسز يدعم اللغة العربية، مثلا يدعم، بس ما هو الموقع موقع إنجليزي، بس ممكن أن تكتب فيه في العربي أو تضيف خدمة العربي فيه، يعطيك اللغة العربية مسموح لك، تقدر تضيفه هني. بعد نفس الشيء من مثلا ألمانية إلى الإنجليزية، اليابانية إلى الإنجليزية، تختار أكثر من لغة. فعندك هذا الموقع كاب وينج يقدر يترجم لك هذه الشغلات، تقدر بس ترفع الفيديو مالك اللي مرسله لك وتدخله عندك هني. هذا شوف معطيك الشرح هني على طول، لو تشغله راح يسجل لك كامل ويعطيك الترجمة كاملة باللغة اللي انت تختارها، باللغة اللي انت تحطها، ما عندك اي مشكلة. وتقدر تحط ملف كامل تستخرجه مال الترجمة وتحطه على جنب، هذا هو الذكاء الاصطناعي اللي يعمل في هذه المواقع، يترجم لك. فاذا انت ترجم تاخذ هذا الفيديو مجانا وتروح هناك تبيعه وتعطيه للناس اللي يطلبوه من عندك. بهذه الطريقة انت تقدر تستفاد من هذه المهارة. انا اختصرت لكم، ادري انتم متابعيني ما شاء الله تتمتعون في ذكاء، والناس تفهم والناس تعرف شلون تتعامل مع هذه المواقع. في شغلات ما ضيع وقت الفيديو وطوله، انتم فاهمين وعارفين كيف تتعاملون مع هذه الفيديوهات. فناخذ كاب وينك، ناخذ الترجمه من هنا ونروح نحطها في فويسز، او ندخل على جوجل، جوجل بس نكتب كلمه ترجمه راح يفتح لنا هذه الصفحه، تمام. نختار هنا، دخل اللغه من الى، اختار اللغه اللي انت تبيها الى اللغة اللي انت تبيها وحط النص وراح يترجم لك. وتقدر تشغل الصوت هني، تاخذ الصوت هذا مال العبارة ويشغل لك اياه اللي انت تبيه. فعندك صوت وعندك كتابة الترجمة. جوجل، هذا ترانزليت جوجل، سهل جدا وبسيط ومجاني بشكل مجاني، الكل يقدر يستخدمه. فاليوم مع هذول الموقعين، موقع نقدر نبيع فيه خدمتنا كترجمة، وموقع نقدر ناخذ من عند الترجمة مختصر هذا الفيديو اللي أنا قاعد أشرحه لكم، موقع نبيع فيه وموقع ناخذ من عنده مجانا ونحطه هنا نشتغل فيه ونبيع، عسى الله يرزق الجميع. هذه الآلية وهذه الاستراتيجية عمل حقيقي مثل ما عودكم، بدل برامج ومواقع مضيعة الوقت، لا، هذا عمل حقيقي تقدر تكسب أنت من وراه. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ويبارك لكم إن شاء الله يا رب، ويعطيكم الصحة والعافية. إلى حد هنا أنت وصلت معي، عطني لايك، لا تخلي الفيديو بدون لايك، اكتب لي تعليق من عندك، أي سؤال أي شيء أنا حاضر. أخوكم فتح الراشد، ويعطيكم الصحة والعافية.